ظل الوضع الراهن اللي يوجب العالم والفراغ المستجد وتغيير العادات اليومية، يشعر أغلب الناس بوقت فراغ مرة طويل، ما يعرفون كيف وقع فيه ولا كيف يعمل فيه وبإيش كمان يستثمروا. إيش أهم الأفكار علشان نقضي وقت فراغ دون ملل، وكيف ممكن أستغل وقت فراغي بشيء مفيد؟ حنتكلم بهالموضوع أكثر مع مدرب التمكين شخصي الأستاذة أفنان الوهيب. حياك الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. هلا بكم أفنان. يعني وقتنا مرة كبير وفراغنا مرة كبير، يعني لو نبغى نحسبها مرة نجلس كثير، بس كيف ممكن أنه أنا أستغله بشيء مفيد، خاصة إذا كان عندك أطفال وكان عندك أمك وأبوك والأشياء، يعني عرفتي عائلة صادقة صادقة عائلة، في بعضهم فتوهم يتعرفون عليهم زي ما يقولون. تذكرون من أول لما كنا نكبر وكانوا يقولون المثل السائد اللي الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. احنا الحين الوقت قاعد يسوي كفتة في بعض الأشخاص، يسوي منهم شاورما. للأسف الشديد في ناس استسلموا للفراغ وصار في جو من الإحباط، وأنا ما ألوم أحد لأنه أنا من البشر هذولا. ففجأة كنا روتين حياتي عادي وثابت، فجأة صرنا لا، فقدنا هذا الشيء. لكن امتلكنا ايش بالمقابل؟ امتلكنا 24 ساعة كاملة. من اول احنا ال 24 ساعة اللي تمر علينا ما نقدر، يا الله انا عندي ارتباطات، انا ودي اسوي، انا اتمنى لو يكون عندي زود وقت، صح ولا لا؟ صح. كان عندنا قائمة معلقة، انا لو عندي وقت راح اسوي واحد واثنين وثلاثة. الحين هذا الوقت انه نرجع للقائمة المعلقة اللي فيها واحد واثنين وثلاثة. وقت زي كذا صراحة أنا أشوفه وقت ثمين، أنه نقدر نرجع ونسوي الأشياء اللي هي معلقة. وأنتم قلتوا هو وقت، يعني مرحلة معينة، مرحلة لها بداية ولها إيش؟ إن شاء الله لها نهاية بإذن الله. المرحلة هذه لازم نستغلها بالوقت اللي إحنا قاعدين نقضيه الآن. كثير يقولون أنت أصلا إيجابية ومتفائلة وكذا، لكن لا صدقا لا فكرنا، ترى عندنا قائمة دمة يعني موجودة في كل بيت في كل رأس واحد مننا، وأنا أولهم صراحة. طيب إيش الطرق اللي يمكن استغلال الوقت عن طريقها؟ كيف أستغل الوقت؟ فجأة اللي صار عندي 24 ساعة، هو ده صار عندي 24 ساعة فجأة أنا في البيت معايا أطفالي معايا عائلة، كيف أقدر أستغل الوقت هذا؟ هو شوفي الواحد زي ما يقولون أنه الآن في مرحلة الصدمة، بس طولنا ترى في مرحلة الصدمة. لا لازم التقبل، خلاص لازم الآن التعايش. أيوة الحين إحنا في مرحلة التعايش والتقبل. ال 24 ساعة اللي إحنا كنا مليانة من قبل، وأحيانا تكون 48 ساعة، يعني نتمنى الشيء هذا يكون، الآن صارت ملكنا. من أول التزام العمل كان ماخذ منا كل حاجة، كل الوقت غالبا، ثلاث أرباع الوقت. الآن لا، صار العمل جزء، يعني أقدر أسويه من بيتي. حتى صلة الرحم أسويها من بيتي، كل شيء أقدر أسويه. لكن الآن زي ما تفضل صار عندي العائلة، 24 ساعة أنا مع العائلة. طبعا فيها طرق كثيرة، يعني أنا ألاحظ كثير قاعدين يسوون فيها ألعاب عائلية، فيها يعني صار فيه نوع من التسامح، صار فيه نوع من الخناقات طبعا. صحيح. الناس صاروا ماسكين شوش بعض، أنا عارف الشيء هذا، لكن ليه؟ لأنه كل واحد حامل يعني هم ومحبط، وهذا شيء وارد طبعا. طفشان مع انه ترى عنده كل شيء يقدر يسوي. احنا كان يعني يأذينا اول قبل الحجر كلمه انا طفشان، مع انه كان يطلع ويروح يجي وعنده متوفر له كل شيء. الان حس بقيمه الكلمه اللي انت قلتها من قبل، ومن جد اعرف انه انت كنت بخير ونعمه. والله احنا بخير ونعمه، حتى مع الحجر احنا بخير ونعمه، تعرفنا على بعض. يا فنانه ادور الكرم ما لقيته. والله توني بقول لكم والله العظيم، يعني يا جماعة يعني مو معقول، يعني ده المربع نفسي أتعلم عليه، والله ما خليت فرصة ممتازة الآن يعني. يا الله، يا تعرفي لما تقول أفنان أنه في خطط ومخططات، والله أنا كل مخططاتي ألعاب يا أفنان. تبين تلعبين كيرم؟ والله يا أفنان ما لقيته. راح خلص. لا نلقى خلصوا قاعدين يصنعونه، بس مش اللي يصنع بالصين، تكفين. اوكي، في دبه مره قويه. طيب خلي افنان، خليني اقول لك، بما انه احنا نقضي وقتنا بالالعاب، في العاب كمان ممكن تفيد، يعني مش كل احنا فعليا كل وقتنا جالس يمضي العاب، يعني من لعبه للعبه من لعبه، يعني انا خليني احكي عن الجانب حقنا. فكيف ممكن انا هالالعاب هذه اخليها مفيده اكثر من انه انا والله جالسه اتسلى؟ لا، اتحرك، تشغل مخي شوي. هو بيني وبينك انا لعبت لعبه وصراحه مره يعني كنت خجلانه من نفسي على السكور اللي انا طلعت فيها، كانت عن السيره النبويه اللهم صل وسلم عليه. انا على بالي اني فاهمه ومثقفه،
يعني انصدم صراحة بنفسي، وكانت لعبة عائلية فيعني كان الوضع يعني صعب صراحة. اي مسوي نفسك مثقفة بالنهاية، اخرطي على قولتهم. لكن الالعاب هذه اللي فيها الثقافه، فيها الالعاب انسان حيوان جماد يا شيخه، ما تخيلين قديش هذه فيها تحفيز، فيها تفكير. لعبه اي العاب. طيب خليني العبك على الهواء، اعطيني انسان حيوان جماد، في شيء ثالث، في شيء رابع. نبات. لا انسان حيوان جماد، والله نبات. بلاد. نبات وبلاد بحرف البي. يلا بحرف الباء يعني بالانجليزي مثلا. الباء معلش عشان انا ثقافتي فرنسيه. اوكي بحرف الباء. والله صدمتيني. اوكي حرف الباء عشان نوريهم انها سهله. لا هي ما هي سهله، مي انا اقول لك ماني مثقفه والحين تقولي سهله. يلا اعطينا شيء بحرف الباء. الاسم بيان. اوكي. الحيوان طاروا كلهم طبعا. ايش حيوان بطريق. حرف الباء. طيب عطوا صدع فرصه غششيني يا شيخ. بطه. بط شكرا. بطه ايوه. النبات برتقال. تمام طبعا فخوره بنفسي اني جاوبت. باقي بلاد. لا باقي جماد. 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 جماد بحرف الباء. اي لا انت كنت مستمعه. مستمعي يفكر اكثر من المتحدث. بلاط. خليني اساعدك. جماد بلاط وبلاد البندقيه. البندقيه. لا حتى هذه اخرى عنها. هذه ينفع نغش. هذه ينفع نغش. صار على مواجهتهم. الحمد لله انا مقدمة فيها انه انا لست مثقفة. يعني بالفعل يعني يقعد الواحد مع اهله مع اولاده يتسلى هذه الفترة. هذه الفترة اكيد حنتعلم منها. اكيد هذه الفترة حتغير فينا اشياء مرة كثير. صح. في اسلوبنا، في حياتنا كل يوم، في روتيننا اللي كل يوم، حيخلينا نقدر اشياء ما كنا نعرف عنها. صحيح. اي شيء. كيف بعد كذا ان شاء الله بعد انتهاء هذه الفترة اللي حتمر علينا ان شاء الله بسلام ونستعيد فيها حياتنا الطبيعية، كيف تتوقع الفترة المقبلة اللي هي الفترة العودة الى الحياة الطبيعية راح تكون؟ هو الآن في خطط كثيرة، أنا إذا طلعت وإذا خلص والله لسوي والله لفعل لا جاء الواقع. أنا ما أدري، أخاف الناس ترجع روتينها الأول، لأن المعروف الإنسان دائما يحب روتينه. والآن ليش القلق اللي صاير؟ لأنه طلع من منطقة الراحة حقتهم، الروتين تغير. عشان كذا فيها الإحباط وفيها الخوف وفيها الأمور هذه كلها. فراح يرجع للروتين، لكن أتمنى يكون عنده وعي أكبر بنفسه، يكون عنده وعي أكثر باهتماماته، الهوايات اللي مارسها بالفترة اللي راحت يظل يمارسها. يعني لا ينسى نفسه، لا ينسى حقوق أهله عليه. الألعاب هذه لازم تستمر بشكل أو بآخر. الجميل بالفترة هذه أنه عرفوا إيش المهم، الأهم في المهم. صحيح. عرفوا قيمة العائلة، عرفوا قيمة الصحة، عرفوا قيمة الوطن، اللهم لك الحمد والشكر. عرفوا قيم كثيرة، عاشوا مشاعر كثيرة. فالفترة هذه راح تأثر علينا كلنا، وإن شاء الله تأثيرها راح يكون إيجابي، وراح ننقل معانا حاجه ايجابيه للمستقبل بسبب الوضع اللي احنا فيه الان. راح يرتب كمان اوقاتنا يا افنان، بيرتب اوقاتنا. وزي ما ذكرت الاولويه، الناس اللي قاطعه تلقينا الان تواصلت اكثر بشكل اكثر. والله صارت تجيني مكالمات ما ادري من مين، يعني هم يعرفوني على نفسهم، بس اعرف من الملل والطفش. فهذا شيء حلو مره. حلو شعورها جميل اذا استقبلتيها. يس مره حلو. فابغى اسالك افنان، ذكرتي قبل شوي المشاكل اللي تصير داخل البيت، واتوقع انه مشاكل اطفال أزواج بشوش بعض عادي. يعني اذا نقدر نقول او انه حتى مشاكل زوجيه ممكن عائليه، ممكن الاخوان بينهم وبين بعض تلقينهم على طول ما يتحمل من اخوه كلمه. فالضغط النفسي اللي الان هم عايشين فيه فعليا كيف يهدوا نفسهم؟ كيف يعرفوا انها فتره باذن الله وتعدي يعني؟ ونبغى شوي نصايح اشياء ممكن يعملونها. يعني مثل ما تفضلتي، الجميع كذا تحسين انه كذا شايل بنفسه، شايل بخاطره، تحسين انه اي كلمه ان شاء الله يقول السلام عليكم، يقول ايش تبغى؟ انت مبسوط؟ ليش انت مبسوط؟ ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ مش يضحك. لا الحمد لله في اشياء كثيره، الوضع هذا مضحك ترى، يعني اللهم لك الحمد والشكر، يعني احنا عايشين في نعمه طبعا. يعني والله لو نقعد من الان الى بكره نعدد النعم اللي احنا عايشينها بس في اليوم هذا اللي احنا ماشيين فيه، ما راح نحصي النعم اللي ربي منعمنا عليها. كل واحد لازم يتذكر انه مو بس انا الوحيده اللي عايشه الشيء هذا، لا الطفل ترى متاثر، وبعض الاطفال ما يقدرون يعبرون.
لسه ما قدر يعبر، لكن صح. يعرف انه المحيط اللي حوله كذا في نوع من الكهرباء والاهل شادين. الزوج يتذكر انه مو هو بالحاله اللي يعيش المرحله الصعبه، لا حتى زوجته، حتى الاطفال، الاخوان، يعني كل واحد يتذكر انه انا مالي لوحدي عايشه الوضع هذا. فانا دائما اقول رفقا بالانفس، ترى كل واحد شايل بنفسه اللي مكفيه، فلازم نهدي كلنا. انا شفت فيديو امس الطفل فتح الباب وجلس يركض بالشارع وقتها، شفتي وقت الحجر، فكان ضحكني الموقف لانه يا حرام من كثر ما هو مضغوط، فمسك الباب فتحه وقام يهرب بالشارع وابوه يركض وراه، اخوه يركض وراه، فكان الموقف مره حلو. لانه يعني كيف ممكن تفهم هالطفل الصغير انه انت فعليا لازم تكون؟ هذا يرجع لترتيب الوقت كمان، لما الأهل بعض الأهالي ما كانوا يرتبوا وقت نوم أطفالهم، صدقيني لو رتبوا وقت نوم أطفالهم كان الآن هم متعودين عادي متأقلمين أنه يصحون وقت يعني فك الحذر. الآن النوم صراحة الحين المفروض يصير ننام بالليل ونصحى بالنهار علشان الطفل يقدر يطلع، لو إن شاء الله يمشي بس بالسيارة يغير جو، أرجع قبل ما يقدرون يعبرون، وغير كذا يمكن الطفل اللي شرد من بيت أهله يمكن متعود أن يروح البقالة ما يفهم ليش أنا محروم من البقالة، أنا كسلان، أنا سويت شيء غلط، فعشان كذا يفكيك. طيب أفنان، كلمة أخيرة توجهيها لكل من اكتشف نفسه خلال هذه الفترة. أقول له مبروك اكتشفت نفسك. مبروك الإنجاز هذا، لأنه يعني الواحد إذا اكتشف نفسه ما تخيلين قد إيش شعور لذيذ. مو اكتشاف إنه واو أنا موجودة، لا، اكتشاف قوة، اكتشاف مهارة، اكتشاف هواية. وفي كثير تقولون أنا ما عندي هواية، يعني وشو قاعدة تقولين أنت مارس هواية؟ عذرا أنا ما عندي هواية. لا، جميعنا عندنا هواية، جميعنا عندنا قوة، لكنها قد تكون مخفية الآن. اللي اكتشف نفسه صدقني راح تكتشف نفسك بعد زيادة، يعني خلها هذه حاجة مستمرة معك، مو إنه خلاص الفترة هذه اللي عشتها بعد كذا رجعنا لروتيننا الأول نرجع زي ما كنا. لا، عيش حياتك، ارفع معك الهوايات اللي أنت اكتشفتها الآن، العائلة والوقت اللي قضيته معاهم خلوا موجود في جدول حياتك المستقبلي. رتب حياتك الآن وامشي عليها بالرتم اللي هي عليها الآن. أكيد طبعا، إن شاء الله أزمة وراح تعدي وبسلام بإذن الله. شكرا لك يا أفنان، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم حبيباتي، تسلمون. مشاهدينا ينتظرونا بعد الفاصل والمزيد من الفقرات. بعد